السلام عليكم حبيباتي وميماتي الغاليات اللي منوري لي القناة، كدايرين؟ لبس عليكم، تمناكم تكونوا بخير، أموركم كل على خير إن شاء الله، دائما ناشطين فرحانين سعداء. نتمناكم تكونوا في أحسن الأحوال ميماتي وصحباتي وخواتاتي، وحتى المشتركين جداد مرحبا وألف مرحبا بكم. نتمنى هذه القناة المتواضعة والبسيطة تعجبكم وتكونوا كتستفدوا منها ولو غير شوية. كنشكركم بزاف بزاف اخواتي على تعليقاتكم الطيبه، واخا نعيا ما نشكركم، ما نوفيكمش حقكم لهلي خطيكم على الدعوات على التعاليق اللي كيعطيوني الطاقه الايجابيه لهلي حرق فيكم شي عضو. الله يعطيكم الصحه والسلامه وشي رزيق باش تكونوا مع وليداتكم، والصحه اهم حاجه. نتمنى لكم اي حاجه زوينه في هذه الدنيا لهلي خطيكم عليا. المشتركين جداد حتى نتوما مرحبا بكم، نورتوا القناة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم هاد المملحات او الكيش البديل اللي كيجيو رائع بزاف بدون عجين، بحشوة اقتصادية وكتجي لذيذة وكيجيو رائع بزاف، يعني كتوجدوهم حتى لاخر لحظة كيوجدوا في اقل من ربع ساعة. نتمنى من كل قلبي تجربوهم لان فعلا كيجيو لذادين وكيشبعوا، ومقادير جد بسيطة، وحتى العجينة ما غاديش نديروها، غادي نديرو غير الخبز ديال الطاكوس. نتمنى من كل قلبي تجربوهم ويعجبوكم، وكيف العادة الى عجبكم الفيديو وإلا شفتوني انني نستحق ما تنسونيش من هادوك اللايكات اللي كيشجعوني وكيحفزوني نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، بسم الله على بركة الله، عندي هنا الخبز ديال الطاكوس، تستعملوا اي نوع توفر عندكم او لا اي نوع كتفضلوا. انا هذا خديته من بين تقريبا، هذا كيدير 11 درهم وفيه 6 ديال الدوائر، 6 ديال القطع. المهم تستعملوا اي نوع سواء الكبير ولا اي نوع عندكم. انا دائما كنوريكم المنتوجات باش كنخدم، ماشي اشهار، ولكن غير بالنسبه للاخوات هكايا اللي مبتدئات كيعرفوا الحاجه اللي كنخدم بها. بالنسبه للحشوه ساهله ولكن كتجي لذيذه وبسيطه. عندي هنا جوج ديال البصلات اللي كيكونوا مقطعين مربعات صغيره، وعندي واحد الحبه ديال البورو. دائما كنقول لكم انا كندير البورو لانه كيعطي واحد اللذه رائعه للحشوه. الا ما كانش متوفر ديروا غير البصله الخضاريه، راه ماشي مشكل. عندي هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون المعلب، وممكن ديروا طري الا توفر لكم، حتى هو كيعطينا واحد المذاق زوين. وعندي هنا واحد الحبه ديال الجزر او لا خيزر اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه، انا دائما تيعجبني هكايا ندخل الخضار في الحشوات. وعندي واحد العلبه ديال الطون، ومن الافضل اذا كان هكايا الطون نوعيه جيده باش كيعطينا مذاق زوين. غنسمو بشويه ديال القزبر والمعنوس. وعندي هنا الزيتون اللي كيكون مقطع على حسب الرغبه، وغنحتاجو شويه ديال الفرماج الاحمر وشويه ديال الموتزاريلا. غادي نتبلو غير بشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال بودره الثوم اللي كتعطينا واحد المذاق رائع هكايا للبصله، وممكن ديروا واحد الفص ديال الثومه. بالنسبه لباغايا كيش غادي نحتاجو جوج ديال البيضات اللي كيكونوا متوسطين، نص كاس عنبه ديال الحليب السائل، ممكن ديروا الكريمه، نص كاس ديال الحليب السائل. وعندي هنا واحد اليوغورت او الزبادي دانون طبيعي بدون اي نكهه، الوزن ديالو 110 غرام. وغنحتاجو معلقه كبيره مع امراش ديال مايزينا او نشا الذره، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. وكذلك غادي نسمو شويه ديال الملح وشويه تاع الابزار وشويه ديال البودره ديال الثوم. غادي نمشيو لطريقه التحضير. بسم الله نوريكم كيفاش تقطعوا الخبز ديال الطاكوس، من الاحسن تاخذوها هكا الكبير، انا لقيتها الصغير خديته. هنايا عندي المود ديال الكاب كيك، هو فاش غادي نديرو هاد الشكل ديال لي كيش كذابين اللي كيجيو واعرين صراحه، مملحات صافي كنحضروهم حتى لاخر لحظه ولكن كيجيو زوينين. وممكن ديرو ديال لي طارت، داك المود ديال لي كيش. دابا نوريكم الطريقه، كناخدو هكايا الخبز ديال الطاكوس، وكناخدو واحد الزلافه اللي كتكون شويه هكايا صغيره ولكن تكون اكبر من هاد المقاليب ديال الكاب كيك ضروري، اولا شي مو اولا شي قطاعه ولا اللي عندكم. انا استعملت الزلافه، راه متوفره عند كلشي، وكنبدا هكايا نقطع، كنورقوا عليها مزيان، راه كتقطع بكل سهوله كيف كتشوفوا معايا، طريقه سهله
بسيطه. هذه راه كتخرج ليا 4 ديال الدائرات صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقطع الكميه اللي بغيت ونرجع معكم ان شاء الله باش نشحروا الحشوه. هانتوما الخبز كامل هكايا ديال الطاكوس. دابا غادي ندوزو نشكلوه في القالب ديال الكب كيك. الطريقه سهله وبسيطه. كناخذو هكايا الخبز ديال الطاكوس وكنحطو فوق هاد الحفيره هادي ديال الكب كيك، وكناخذو واحد الكاس ديال العنبه اولا اي كاس عندكم، وكنحاولو ندخلوه بهاد الطريقه وما نضغطوش بزاف باش ما كيتقطعش لينا هاد الخبز غير بحال ما هكا. ونحاولو ندخلوها هكايا بيدينا باش كيعطينا واحد الشكل بحال الوريضه. بنفس الطريقه صافي وكنكملو بيدينا. صافي حتى نكملو الكميه كامله. الاخوات اللي ما عندهمش هاد القالب هذا ديال الكب كيك ممكن ديروا هذا ديال لي كيش اولا ديال لي طارتوليت. بنفس الطريقه كتاخذوا هكايا الخبز ديال الطاكوس وكديروا هاد القوالب هادو، كتحاولوا تعطيوهم داك الشكل ديالهم بهذه الطريقه هذه. نحاول نقادو صافي وكيجي هكا يفطح، هو كيجي بحال شي وريضه بهذا الشكل هذا. صافي انا غنستمر حتى نكمل الخبز اللي عندي. انا كنعطيكم غير فكره بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش باش يعوضوا. بالنسبه للحشوه هنايا خديت مقيله اللي درتها فوق البوطه، غادي ندير شويه ديال زيت المائده مع زيت الزيتون. ممكن ديروا الزبده اللي كيعجبو شحال الزبده، وغادي نضيف هذيك البصله مع البوره. البوره البنات كيعطي واحد المذاق رائع في الحشوات كاملين، هتشوفوني كنستعملو بزاف، كيعطي واحد المذاق هائل. البنات ديالو الصراحه بوحدو. وغادي نشحى هاد البصيله هادي حتى كتهبط لينا شويه. عاد غادي نضيفوا ليها شويه الملحه وشويه الابزار وشويه ديال البودره ديال الثوم ونديروا معها خيزو والشامبينيون. صافي غادي نخليها تهبط شويه ونكمل معاكم. ملي كتشحر لينا هكايا البصيله شويه كتبدا تحمر، غادي نضيفوا ديك الحبه ديال الخيزو او الجزر، وغادي نضيفوا الشامبينيون المعلب. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا تزيدوا اي حاجه او تحطوا اي حاجه كتفضلوا حسب الذوق ديالكم، ولكن هاد الحشوه كتجي جديده بزاف وخرب بسيطه وسهله. صافي غادي نشحروهم نعاود مع بعضياتهم. غندير شويه الملحه شويه الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال البودره ديال الثوم باش داك الثوم هو اللي كيعطينا المذاق ديالو. مكتبوش التوابل صافي، وغادي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم ونرجع معاكم. خلينا هكا الحشوه مزيان وكتعلق. دابا غادي نضيفو داك الزيتون مقطع، وغادي نضيفو صبروا المعدنوس كواليس البنات قبلوا عليا صافي. غادي نحركو ونضيفو الثوم وغادي نخليو البوطا باش كتبقى الكميه ديالو عاطيه. صافي غنسيو البوطا، غادي نضيفو هداك الثوم لي عندنا راه صفيتو من الزيت بطبيعة الحال. كنقطعوه باش كتجينا الحشوه كامله موزع فيها. صافي غادي نحرك ونخليها هكايا تتبدا شويه، عاد نعمرو بها دوك لي كيش أولا داك الخبز ديال الطاكوس، وغادي نحضرو لاباغايا كيش. صافي هي واجده الحشوه ديالنا. كناخدو واحد الإناء اللي غادي نديرو فيه جوج ديال البيضات، وغندير معاهم شويه ديال الإبزار وشويه ديال الملحه، وغادي نحاول هكا نطلق البيض باش كيطلق ليا. وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب ودانون ديال دانون طبيعي بدون اي نكهه.
نديرو الكريمه كي قلت لكم وتصبغناها على الحليب واليوغورت. وغادي نضيفو معلقه كبيره مع مرش ديال النشا هي اللي كتجمع لينا هكا هاد السوائل، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه بيكين باودر. وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان. غادي نضيف بعدا شويه ديال الموتزاريلا باش كيعطينا التعليكه، وشويه ديال الفرماج الاحمر، وغنخليو شويه نديرو هكايا من الفوق. كتبقى الكميه على حسب الرغبه ديالكم. كنحرك مزيان باش كيندمجوا هذوك المكونات مع بعضياتهم. صافي، وهلا باغيا كيش واجده، غير حركوا باش هذيك النشا وديك الخماره ديال الحلوه كتذوب. ندوزو هكا نعمروا الحشوه، راه دفات عندي شويه. كديروا الكميه اللي بغيتوا، المهم ما تعمروش حتى الفوق لان مازال غادي نديروا ديك لاباغيا كيش. صافي، تقريبا معلقه كبيره في كل وحده القياس. انا غادي نحاول هكا نقادهم ونساويهم. الحشوه راه كتجي بنينه واخا راه بسيطه، وكيبقى لكم الاختيار كي قلت لكم، ديروا الحشوه على حسب اللي بغيتوا. ممكن ديروا صدر ديال الدجاج، انا غير هكا باش ننوع عليكم شويه، كل مره كندير لكم حشوه في شكل. صافي، انا غنعمرهم كاملين ومن بعد نرجع معكم. كندير لهم الحشوه كاملين، كندير لهم هكا شويه ديال الفرماج الحمام من الفوق، كيبقى اختياري. وراني عمرت حتى جوج من هادو، هذه هي الكميه اللي خرجت ليا تقريبا 14 وحده. وهنايا راه درت لاباغيا كيش، كنديرو تقريبا جوج المعالق في كل وحده بهذه الطريقه. المهم الكميه ديال لاباغيا كيش اللي عطيتكم راه تكفيكم في هذه الكميه اللي انا عطيتكم. البلايصات اللي تيبانو لينا هكا خاصهم نزيدوهم. وفي هاد الاثناء راني دايره الفران كيسخن باش غادي ندخلهم من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، راه دغيا كيوجدوا. وان شاء الله نقدم لكم الشكل النهائي بالصحه والراحه. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا، كيجيو رائعين بزاف، لذادين وخفافين. كنتمنى من كل قلبي تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه. ونعطيكم هكايا واحد السر باش هذيك لاباط اولا داك الخبز ديال الطاكوس ما كيقصحش، ملي كتدخلوهم للفران وهو سخون كتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت، يعني كدوز ديك 5 دقائق الاولى تيبانوا لكم دوك الجناب راه تحمروا، كطفيو لتحت وكتشعلوا وكتكملوا لهم الطياب غير من الفوق هكايا باش كيتحمروا، باش داك الخبز ما كييبش وكيجيو هكايا رطبين كيف غتلاحظوا معايا. كيجيو رائعين بزاف لذادين، راه وجبه متكامله يعني، كيجيو خطيرين وكيف شفتوا دغيا كيوجدوا. نتمنى من كل قلبي تعجبكم الوصفه وتجربوها. وهذا هما اللي كيجيو في دوك القوالب ديال لي طارتولي، حتى هما كيجيو رائعين وزوينين في المنظر ديالهم. نتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو وتجربوا الوصفه، ساهله ماهله، وقولوا لي واش كيعجبكم بحال هاد الافكار. خليت لكم الخير تيسير كل حاجه زوينه، وكنقول لكم عواشركم مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه، بالصحه والسلامه كنركز عليها، واي حاجه زوينه ان شاء الله ربي يعطيها لكم. وكنشكركم واخا الشكر قليل في حقكم على دوك التعاليق الطيبه اللي كتخليو ليا. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.